السلام عليكم دكتورة حسين، طبيبة مختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي. دونك رانا في الإحياء اليوم الأسبوع الوطني للوقاية، نبدا من 5 مارس راح ينتهي 11 مارس. عدة مواضيع راح نتناولوها، كما اليوم راح نهضروا على الأكل الصحي المتوازن، أهمية خفض نسبة السكر والملح. دونك سي لوكازيون نهضروا على رمضان والصحة، سيرتو كرمضان راه على الأبواب. دونك حنا ننصح المواطنين تاعنا التقرب من المراكز الصحية وين ما كانت، كم راهي مفتوحة راها مجندة. في بالنسبة للمستشفى الظهري، دونك مصلحة علم مصلحة الطب الداخلي راها قايمة بالأبواب المفتوحة لتقرب المواطنين، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، خاصة اللي ديابيتيك. دونك اللي عندهم تساؤلات، اللي عندهم شي دواء، خايفين على اسكو قد يصوموا ما يصوموش، ديزانتيغاكسيون شغل الدواء اللي يزيدوا ولا هذا، دونك سي لوكازيون او جامي. ميم سي لوكازيون باش نقصوا من نسبة السكر والملح والدهون في الأكل تاعنا، باش ما يكونش كاين مضاعفات على المدى الطويل.